اسمي عبد الرحمن أبو المكارم. كانت بدايتي يعني بداية حضوري للرابعة قبل الفض بثلاث أيام. قبل كده ما كنتش موجود في الميدان في رابعة، يعني كان وجودي في محافظتي في اسكندرية كان مظاهرات وإلى آخره. كان وجودي في داخل الميدان قبل الفض على طول بثلاث أيام، كان تقريبا يوم الاثنين العصر أو يوم الاثنين المغرب دخلت الميدان، فضلت فيه يوم يعني اللي كان فاضل فيه في يوم الاثنين. بعد كده يوم الثلاث قعدنا، الوضع كان عادي جدا لحد تقريبا بعد المغرب بشوية كده جت أخبار، سمعنا أخبار كده وإحنا في الخيم إن إيه خلي بالكم بكرة احتمال يبقى إيه في برضه مداهمة زي ما عملوا قبل كده مداهمات وإلى آخره. الناس طمنتنا كالعادة يعني ما تقلقوش إن شاء الله مش هتحصل حاجة من الموضوع من الكلام دوت يعني، ولو حصل فإحنا إيه مش هنسمح لهم والبوابات إن شاء الله يعني إيه إحنا واقفين بخير وتمام. ده كان الكلام ليلة الفض. فبالتالي يعني عادي الأمور عدت عادي جدا، صلينا الفجر في اليوم ده، وبعد صلاة الفجر أتذكر بالظبط كده بعد صلاة الفجر بحوالي يعني دخلنا نمنا، يعني أنا كان نفسي يعني صلينا الفجر ودخلنا نمنا حوالي ساعة كتبديل الورديات، والساعة حوالي ستة تقريبا أو الساعة سبعة يعني ستة لسه كان في شروق الشمس. فوجئ صحينا على دربكة جامدة وفزعة والناس اللي كان عليها يعني دوريات التأمين وكده وتغيير الدورية. فجأة قوم اصحى اصحى بسرعة اصحى في مداهمة ولا آخره. فاستغربت فهم يا جماعة نعمل ايه، فيلا بينا ايه على الميدان. فاحتشدنا كلنا في الميدان، كان من المكان اللي انا كنت موجود فيه كان بالظبط في الدوران بتاع الميدان المجسم اللي كان موجود او اللي احنا بنسميها الرصيف الفسقية الاخير يعني اللي كان موجود في دوران الميدان ميدان رابعة. فجأة جالنا بقى الاخبار، بدأت الاخبار تيجي من اطراف الميدان، ده في قنابل مسيلة للدموع، في ضرب رصاص حي، في طبعا احنا الواحد ايه مداهمة ماشي، احنا قبل منها سمعنا طبعا ما حضرتش بس قبل منها سمعت ان طبعا الحرس الجمهوري وقبل منها كانت المنصة وقبل منها اكتر من حاجة، ولكن دي بقى كانت اللحظة الاولى اللي شفنا فيها. فجأة لقينا يعني مصابين ودم، ناس داخلة عمق الميدان بقى خلاص احنا واقفين قدام المنصة، الميدان الدائري بتاع العربيات دوت قدام منه المنصة. فوجئنا بقى من كل الشوارع اللي حوالينا في مصابين بتيجي، في دم، في مناظر قاسية جدا بتعدي متشالة، في طبعا كمية غاز بيتضرب. فوجئنا بعد كده الطيران بيصور وطيران بيحوم حوالين المكان. الصراحة الواحد كان يعني في المشاهد كل ما الواحد يتذكرها يعني فعلا تؤثر عليه بشكل رهيب. من بداية فعلا الضرب وضرب الغاز بداية من الساعة 7 تحديدا أول ما النور ما طلع، فوجئنا بقى بالاقتحام، اقتحام بشكل وحشي وشرس فعلا هي مجزرة. اللي حصل ان طبعا ضرب رصاص والمشاهد اللي الواحد شافها بدأت الأعداد يعني بدل ما الناس ما بتطلع لقدام علشان خاطر تقف عند البوابات، بدأت الأرض الناس تضم على بعضها لدرجة ان خلاص ما في يعني اللي بيتضرب بيقع جنب منك في الميدان ده في الرصيف الدائري ده. بس بعد كده كان طلعنا على المنصة بسبب طبعا كان كل اللي واقفين على الكاميرات اي حد واقف قدام كاميرا ماسك كاميرا القنص كان في الراس، ده انا شفته بعيني. اكتر من واحد واقف على الكاميرات اللي بتصور على المنصة
أكتر من واحد ما يقرب من 6 أفراد يبدلوا الطلقة في منتصف الجبهة في راسه يقع شهيد وقتي ويشيلوه ويجي حد تاني مكانه. أي حد المنصة كانت مستهدفة بشكل غير طبيعي. طبعا لما طلع عليها الدكتور صلاح سلطان وربنا يفك بالعزة أسره يا رب، والدكتور جمال عبد الستار ربنا يحفظه، وكثير من العلماء اللي ثبتوا الناس، كنت أنا بقى طلعت وقتها على المنصة مع الدكتور صلاح سلطان، وأنا واقف على المنصة مع الدكتور صلاح سلطان كانت قنابل الغاز بتوصل على المنصة على الأرضية وإحنا واقفين، كنا بنشيلها ونرميها. أنا شفت بعيني وأنا واقف قناصة، وده كان يعني أنا شفت اللي ضربني مثلا. كنا وإحنا واقفين كان في سواتر، بنحط سواتر من الخشب عشان يعني نعمي عيون القناصة، بس إحنا عارفين إنه لو ضرب أي طلقة من مكانه هتصيب أي حد من الموجودين على المنصة، أي حد يعني زي ما بنقول كده الضرب العمياني مثلا. ولكن كنا بنحط السواتر دي سواتر خشبية، ألواح خشب، أي حاجة بحيث أنها تستر الرؤية عن اللي موجود خلفها على المنصة من فوق. وأنا موجود على المنصة من فوق، وقع ساتر من السواتر، لوح من ألواح الخشب دي، فأنا بشاور لسه بقول لهم واقف هناك، يعني كان في من الزوايا كان في منشأة عسكرية لو احنا واقفين على المنصة كده بالظبط، فهي أمامي لليمين منشأة عسكرية واخدة الشارع تقريبا الشارع اللي في نهايته نادي النصر. المنشأة العسكرية هي التبة اللي موجود عليها تأمين الجندي، هو ده الجندي اللي واقف يضرب رصاص. فأنا واقف بقول لهم واقف هيضرب، ولم أشعر إلا بأن أنا طبعا كان في ظهري الدكتور صلاح سلطان، لم أشعر بنفسي إلا وأنا مرمي على رجل الدكتور صلاح سلطان. أنا مش عارف في إيه، يعني أنا في إيه، أنا إيه اللي حصل، أنا كنت واقف وقعت كده ليه، إيه اللي حصل يعني. بعد كده اكتشفت هم بيرفعوني، فبرفع رجلي قصبة الرجل القدم دي متعلقة، القدم متعلقة ببقية الرجل الجلد الخارجي بس، كل ما فيش حاجة ماسكة حاجة جوه، هو الجلد اللي بره بس، جلد الجسم ده هو اللي ماسك، ما فيش حاجة ماسكة، كله كده متساب، والدم طبعا نافر منه. طبعا شالوني نزلنا جري، هم شايليني من وانا ما بين يعني الايه الاغماء بتاعت الضرب، خدوني جري وموديني على مستشفى الميداني. أنا على باب المستشفى الميداني سمعت الكلمة بوداني وكأنها طلقة تانية، اتقال له كده مصاب، ده مصاب، رد عليه قال له أيوة مصاب، قال له ما فيش مكان للمصابين، كل اللي جوه شهداء، ما فيش مكان يتحط عليه مصاب بالنص كده، وكانت دي الطلقة التانية. الكلام ده كان بالظبط في حدود الساعة 2 الظهر تقريبا، كان بعد صلاة الظهر. فالطلقة التانية دي كانت فعلا اللي أنا سمعتها، إنه قال له كده مفيش مكان يتحط جوه مصاب، كل اللي جوه شهداء، هحط مصاب على شهيد. فقال له وديه فين؟ قال له وديه في أي، شوف مستشفى رابعة، شوف أي مكان تاني حطه فيه طبعا. وكانت الرحلة التانية بقى إن هم خدوني جري زي ما أنا ودوني على مستشفى رابعة العدوية. طبعا مستشفى رابعة العدوية لما طلعت خدوني ويعني شايليني ودخلوني المستشفى، طلعنا الدور الثالث. في الدور الثالث أول ما دخلت وتحطيت على الأرض، أنا شفت بعناية كده وأنا نايم، شفت كمية جثامين شهداء نحسبهم عند الله شهداء والله حسيبهم، وكمية مصابين. يعني الدور بس اللي أنا كنت فيه ده كان متقسم كده، كانوا شايلين كل الأسرة، وهي الغرفة دي مثلا الباحة بتاعة انتظار، المفروض ان هم في المستشفى عادي لو قلنا ان دي مستشفى طبيعية، ده هنا باحة الانتظار الاستقبال الريسبشن في الدور الثاني او في الدور الثالث انا اسف.
المكان ده كله كله كده على الأرض شهداء مسيفينهم، يعني حاطينهم بالسيف كده نايم على جنبه على جنبه على جنبه، رصينهم علشان يسعيهم المكان. الغرف اللي من هنا بقى والطرقة دماء، الأرض الناس ماشية على الأرض يعني بتخاف لا تتزحلق من الدم. يعني وإحنا موجودين طبعا كانت الإصابة بالنسبة أنا شايفها الإصابة ما بعظمها دي كانت بالنسبة للي شفته ده ولا حاجة، بشكل الإصابات الناس واخدة رصاصة في الجمجمة ولسه عايشة، يعني لسه عايشين، مش يعني خلاص مش هو الدكتور واقف مش عارف يعمل ايه، الدكاترة مش ملحقة، المساعدين بتوعهم بيقولوا لهم نعمل ايه، يعني بيقولوا اعمل ايه اعمل معاه ايه. فوانا في المشهد ده كان معايا بعض الشباب بصوا بس يعني على من الشباك، شباك طرقة مستشفى، بيبصوا من الشباك الرصاص صادهم كده وهما في الشباك، شباك المستشفى، مش بقولك في شباك يعني مش واقف مثلا معتادي ولا حاجة، لا ده أنا في مستشفى خلاص وصلنا للمستشفى، فبيبص من الشباك الرصاص صادهم، فحطينا بقى بيحطوا ملايات على الشبابيك علشان خاطر تحجب رؤية حتى الناس اللي جوه، لو بيمر لو حد بيمر من مكان من غرفة لغرفة أو بيمر من الطرقة القناص اللي واقف بره أو المسلح اللي واقف بره ما يضربوش بالرصاص وهو جوه المستشفى. وبكلم حضرتك في الدور الثالث مش بكلمك في الأرضي، الأرضي ده كان مجزرة تانية. وإحنا موجودين فوق بقى جالنا من تحت شاب من الشباب جاي من تحت بيجري بيقول إحنا خلاص هنموت. فبقول له يعني ليه؟ إيه اللي يخليك تقول كده؟ قال لي واقفين بالمدرعة على الباب تحت في مستشفى الرابعة العدوية، ويمكن في فيديوهات بالشكل بالإثباتات دي، واقفين بالمدرعة حاطين الفوهة بتاعتها قدام الباب، أي حد بيتحرك حركة في الريسبشن تحت بيتم إطلاق النار عليه، مفيش، الباب بتاع المستشفى باب سكوريت باب إزاز، نزل الباب ده نزل مفيش باب، أي حد بيتحرك جوه من الريسبشن الكردون بتاع الريسبشن ده للأسانسير بيتم إطلاق النار عليه وقت يسقط. فطلع بيحكي لي المنظر، فقلت له طب وبعدين والعمل؟ طب ادينا دخلنا كده مش خارجين. فقال لي يعني بقى ايه هنا نهاية المطاف. وفعلا يعني نطقنا الشهادتين وقلنا يعني ايه نسأل الله بقى ان يتقبلنا وقتها. واحنا في الوقت ده دخل علينا جثمان جري، امرأة شايلينها جايين بيها جري، ولا أنسى هذا الموقف أبدا ما حييت، شايلينها جري على نقالة وحطوها على الأرض فجأة، كانت أدمي رجلي ناحية الرأس عندها وأنا راسي ناحية الأدم عندها، فأنا برفع جسمي كده عشان أشوف إيه يعني الإصابة إيه بالظبط. فالأخت رحمه الله رحمة واسعة طبعا كانت لما جت كانت لسه عايشة بتتنفس وبترد عليهم يعني بتكلم، الإصابة بتاعتها الأخت منتقبة، الإصابة بتاعتها الرصاصة أنا شفتها بعيني، الرصاصة هنا وجزء صغير من داخل المخ هنا طالع بره، وهي الدكتور مش عارف يعمل إيه، يعني المساعدين بيقولوا له طيب خلاص دي رصاصة جوه المخ خلاص انتهى أمرها انتهى، يعني هي عشان كانت منتقبة فهم مش عارفين الدم جاي منين، فعمال يقول طب يعني يا جماعة طب تعالوا يا المساعدات تعالوا انتوا اكشفوا النقاب علشان خاطر هو مش قادر، يعني اكشفوا النقاب وشوفوا فين الإصابة. هم كشفوا النقاب، أول ما كشفوا النقاب ديت الرصاصة كانت هنا، الأخت دي تبقى والدة طفل غالبا مش اسمه حاجة رمضان أو هو رمضان، وده بقى المشهد اللي أنا شفته لايف حي. اصحي يا ماما بالله عليكي قومي يا ماما، هي دي مامته بقى،
وهو اللي كان واقف فوق دماغي عمال يقول لها كده الطفل ده انهياره، وهم بيطبطبوا عليه وبيقعدوه جنب منها وهي على الأرض بتتنفس وهو شايفها بتتنفس، عشان كده بيكلمها وهي نايمة على الأرض، أنا جنب الحيطة وهي هنا في الممر، والكراسي بتاعت الاستقبال هم قاعدين قاعد عليها، والمساعدة منهارة مش عارفة تقول له إيه، ومسكاه عمالة تحضنه وهو يقول لها ويقولوا له نايمة، هي بس نايمة، هي اتصابت بس هتقوم بالسلامة، وهو طفل مش مصدق، هو عمال يقول لها قومي قومي ردي عليا قومي كلميني. وبعد كده بقى جات اللي هي المقولة الشهيرة قومي يا ماما اصحى يا ماما بالله عليك يا ماما، دي بقى لما خدوه على جنب وكان خلاص بقى يعني الدكتور قال كده، قال لهم انا مش عارف اعمل ايه، طب قولوا لي اعمل معها ايه، ركبوا لها النفس يعني هو بيقول لهم هركبه عشان بتتنفس، اما اللي محاولين منه يقولوا له يا دكتور، يقول لهم بتتنفس، يقولوا له يا دكتور المشهد اللي انا بحكيه ده قدامي، يا دكتور يقول لهم بتتنفس، وهم يقولوا له يا دكتور، يقول لهم بتتنفس. لحد الوقت ده طبعا فضلنا قعدنا كده حوالي في الوضع ده وفي الحاله ديت شهداء داخله، شهداء خلاص ميتين داخلين، يدخلوهم في القاعة الكبيرة ديت الساحة بتاعت اللي بيحطوا فيها الجثامين الشهداء. فجأة لقينا دربكة وجري، حاجة غير طبيعية بتحصل، فبقول لهم في ايه، حد يقول لي في ايه يا شباب، ففوجئت بالدكاترة نازلين من الدور الرابع بيقلعوا البلطو ويلموه كده ويرموه على جنب، فاستغربت فقلت لهم شوفوا في ايه اللي بيحصل، فنزل طلع الشاب قال لي الوضع تحت صعب، ادوا مهلة لخروج الأحياء، مصاب بقى مش مصاب حي، المهم انت حي اخرج من مستشفى رابعة العدوية. الكلام ده كان حوالي الساعة 6 مساء. طبعا ايه الشباب قالوا هنشلوك، قلت لهم يعني وغيري اللي لسه على الأرض دول ومصابين، فكل اللي كان يعرف حد نصا، كل اللي كان يعرف حد كان بيروح يشيله، اللي يعرف حد يروح يشيله، ما يعرفش حد بس هو متفرغ وفاضي كان بيروح يشيل. طبعا بقى تخيل السلام زي ما بنقول كده والأصحاء الغير مصابين أو إصاباتهم طفيفة كانوا بيشيلوا أصحاب الإصابات العاجزة وهم كتير. الدور اللي أنا فيه بس أنا نازل منه متشال ونازل منه، وتقريبا شاب من الشباب كده حصر لي بيقول لي القاعة دي فيها 250، بكلمك شهيد 250 جثمان محدش هيشيل، والغرف دي فيها مصابين عايشين بس مش عارفين نشيل. نزلنا الساعة 6:30 تقريبا، خرجنا من الباب يدوب طلعنا بس على أطراف المنطقة تقريبا اسمها عباس العقاد أو حاجة زي كده هناك، يدوب طلعنا على الأطراف وسمعت صوت بقى ضرب، فبسألهم في ايه، بسأل الشباب فشافوا ايه دخان وكده وخلاص ومشينا. بعد كده بقى جت الاخبار بعد ما طلعنا اتحركنا من المكان ده، انا شفت بعيني عربيات نص نقل بتشيل جثث، بتشيل مصابين قاعدين على الرصيف مش عارفين حد ينقلهم قدام باب المستشفى. بعد كده بحوالي بساعة او ساعة ونص وصلني الخبر بقى ان المستشفى اتحرقت، مستشفى اتحرقت دور واحد بس وهي تقريبا 4 أدوار او 3 غالبا مش فاكر بالظبط كام دور، في دور واحد بس في جثامين محدش مد ايده عليها،
في مصابين إصابة عجز ما لقوش حد يشيلهم، والمستشفى اتحرقت. يمكن دي من المواقف الصعبة اللي الواحد يعني كان يتمنى إن حد تاني ينزل. الواحد كان يعني لسه يعني نسأل الله عز وجل إنهم يتقبلهم. ولكن المقولة الشهيرة وإن الأرض لا تشرب الدماء، ويعني لا تنسى ولن تنسى، والواحد دايما بيقول إنه إحنا مش هننسى ومش هنسامح، لأن إحنا أولياء دم. أولياء دم بقى يعني مش هقول بقى بقرابة حد، أنا دم مثال على الأرض، أخويا ليس بيني وبينه إلا إن إحنا خرجنا وهتفنا ووقفنا قدام ظالم سقط شهيد. المناظر اللي شفناها كانت يعني كانت صعبة للغاية، قبل الإصابة وبعد الإصابة. يمكن هو أقوى مشهد كان مشهد كان مشهد الأخت لا أنسى ولن أنسى، وأحمل يعني كل متخاذل كل متخاذل وكل من تآمر على الأبرياء على العزل، أحملهم هذه الدماء، كل متخاذل أحمله هذه الدماء، وكل ساكت عن الحق وكل مشارك وكل من رقص وكل من هتف للظالم وأيده أنا بحمله هذه الدماء. ويعني هقولها كلمة بالدارج، لعنة الدماء مش هينة. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن تهدم الكعبة حجر حجر خير عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم بغير حق. فتخيل بقى كم امرئ مسلم، كم واحد مسلم تم إراقة دماؤه بغير حق. ده واحد بس الكعبة تهدم وهو لا يراق دمه، فكم واحد أريق دمه وهو بالشكل ده. الحاجة التانية، الموقف التاني، لما الصبح طبعا استخبينا في مكان طول الليل قاعدين مرعوبين من اللي ممكن يحصل. هو الواحد وقتها والله ما كانش مرعوب على نفسه ولا حاجة، فعلا فعلا الرعب كان عن الشباب اللي معاك، يعني هم أصحابك في الآخر بس حاملين همك. بعد ما بيتنا تاني من الصبح رايحين في مستوصف حوالين المكان، شغال المستوصف كان وقتها شغال عيادات خارجية. لما دخلت قبل ما نخش المستوصف ده، كمية البطاطين المرمية حوالين منه بتدل على ان هنا كان ملجأ لمصابين وشهداء خرجوا من المكان دوت، راحوا المكان دوت وماتوا هنا. طبعا لما حتى ما دخلت الطبيب اللي كان موجود هناك النبطش قال لي كده نصا، قال لي احنا هنا ما بنعملش عمليات. قلت له انا مش عايز منك عملية، انا عايز اي حاجة توقف النزيف، لان انا كده ممكن على اخر اليوم خلاص الدم يتصفى يعني. قال لي احنا من سبعة لحد من سبعة الصبح لحد الساعة 12 بالليل بيجيلنا مصابين، يخرج منهم ناس تاخدهم بعربيات يمشوا ويستنى شهداء تيجي عربيات تاخدهم للدفن. اللي اقدر اقوله لك دلوقتي ان انا اطلب لك عربية اسعاف، دي الحاجة الوحيدة اللي في ايدي اقدر اديها لك، ان انا اطلب لك عربية اسعاف. بس
هطلبها لك وهقول لك برضو ما اقدرش أأمن عربية الإسعاف عليك، لأن هم دلوقتي بيوقفوا الكلام ده من الطبيب النبطشي المناوب اللي كان موجود في المكان، قال لي بيوقفوا عربية الإسعاف المصاب بيعتقلوه والشهيد الجثمان بياخدوه. فأنت لا عايش أنا آمن عليك، ولو لا قدر الله مت برضو أنا لا آمن عليك. قلت له في كل الحالات يعني اطلبها خلاص. فطلب عربية الإسعاف، ويشاء العلي القدير في الغرفة اللي جنب مني مباشرة كان شاب مصاب بتسع رصاصات، الرصاصات يعني كسر الحوض بتاعه، والرصاصات واقفة جنب العمود الفقري. فقلت له بكل الأحوال ده اللي هيكون أولى، مش أنا يعني، ده مش هيقدر يتحرك. أنا لو سندوني وشالوا رجلي اللي اتكسرت ديت هعرف، لو شالوها كده هنط على رجلي التانية، أما ده ما فيش حركة ليه خالص. نرجع تاني بس في وقت الإصابة، الإصابة الأدم تمت الإصابة خلف الركبة اليمنى، خلف الركبة اليمنى. كنت قاعد وركبتي تحتية والركبة الشمال دي قائمة، الإصابة كانت خلف الركبة اليمنى، طلعت من نفس المستوى أو نفس الخط بتاع الدخول، دخلت هنا انفجرت هنا، كسرت عظام الساق كلها، وطبعا قطعت جوه بقى شوية حاجات لأنها انفجرت داخل وخرجت. المدخل والمخرج في القدم ما العلامة موجودة، مدخل والمخرج. ولما رحت بعد كده لمستشفى في المحيط بتاع المكان واتعملت العملية، الدكتور وهو بعد ما خلص العملية قال لي الحمد لله ان ربنا نجاك، لان الرصاصة رصاصة متفجرة. يعني حتى الأسلحة اللي كانت بتستخدم محرمة، وده الواحد يعني بعد اللي شافه من الأهوال لا يستبعد عن منزوع الضمير بقى وعديم القلوب، والمجرمين يحاكموا كمجرمي حرب اللي قاموا بمجزرة ربعة العدوية. طبعا بقى لا أحدثك بقى عن وانا على المنصة شفنا بقى موضوع الجرافات اللي كانت بتخش في الأول ديت، يعني كانت وصلت لمرمى البصر قبل الإصابة. كان من المشاهد المؤثرة في الواحد مشاهد أطفال رضع الدخان بتاع القنابل المسيل للدموع أفقدهم حياتهم. الأم مش عارفة تعمل إيه، ماسكة الرضيع في إيديها، مش عارفة تعمل إيه، واقفة قدام المستشفى الميداني مش عارفة تعمل إيه، في الشوارع والأزقة اللي حوالين منه مش عارفة تعمل إيه، ماسكة الولد بيطلع نفسه الأخير في إيديها، رضيعها بيطلع نفسه الأخير في إيديها وهي مش عارفة تعمل له إيه، مش عارفة تلحقه إزاي بسبب دخان المسيل للدموع. ده أقل طرق الموت كانوا بيعملوها، وأكبر طرق الموت رصاصة من قناص تخترق جمجمة واحد واقف بيهتف، يسقط حكم العسكر علشان تطلع ما تحتوي الجمجمة، تدخل الرصاصة من الرأس من أمام فيخرج كل ما في الجمجمة من خلف الرأس ويسقط شهيد وقتي. دي من المشاهد ومن من الأحداث اللي الواحد والمواقف اللي الواحد عاشها في يوم دامي زي يوم ربعة. قالوا ان احنا كنا بقى معنا سلاح وبندافع
وبنهجم عليهم. وانا عايز اقول له السلاح اللي كان موجود داخل الاعتصام حتة حديدة، سيف، اقول لك ايه تاني، السلاح اللي انا شفته مرفوع بعناية، شفته مرفوع ومسكت ايد صاحبه، كان طبنجة متاخدة من ايد ضابط قذر بعد ما اتضرب واصحابه سحبوه وسلاحه وقع على الارض، واتخد الطبنجة جري راح بيها، اللي خدها جري على المنصة عشان يسلمها للي واقفين على النظام في المنصة، يقول لهم شيلوا ده انا شفته بعيني. ومسكت صاحب، لما شفت الطبنجة مرفوعة جريت مسكت ايد صاحبها، قال لي دي واحد من الضابط اللي احنا ضربناه في المدرعة، نصا القنابل اللي المدرعة جريت، العساكر جريوا منها، القنابل كلها اتحطت في برميل مية داخل الحمامات خلف المنصة في ظهر المسجد او على امام بوابات المسجد الرابعة العدوية، اتحط براميل مية اتحطت كبت فيها القنابل اللي قالك انت استخدمت سلاح واستخدمت. الصور المفبركة بتاعت البلطجية اللي انتوا جيتوا بيهم على البوابات ومصورينهم على ان هم دول عاملين قطع ليهم وموريينهم للإعلام. انتم يعني كلمة ان احنا نقول لكم انتم كذابين دي يمكن كده احنا بنمدحكم على اللي شفناه منكم من الإجرام والدم اللي سال وعدم الرحمة اللي كانت في عيونكم، مش هقول بقى اللي كانت في قلوبكم، في عيونكم وانتوا بتضربوا الرصاص، وانتوا بتقولوا ان في ممرات آمنة، والممرات الآمنة يطلق على رؤوس الناس، وترجع الناس متشالة مصابين وإلى آخره. حسبنا الله ونعم الوكيل. وإلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. الله عز وجل لا يترك حق المسلم دنيا وآخرة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا في الدنيا والآخرة. في الدنيا هنشوف بعنينا وبندعو ربنا عز وجل في صلواتنا وفي أوقات استجابة الدعاء، اللهم لا تميتنا، أنا بدعي وبقول كده يا رب لا تقبض روحي إلا بعد أن تشفي صدري فيهم، يا رب لا تمتني إلا بعد أن تشفي صدري فيهم يا رب. ده بتكلم وعندي يقين في الله عز وجل، إن لم أرى في الدنيا بأم عيني انتقام الله عز وجل فيهم، فأنا عندي يقين إن يوم القيامة ربنا عز وجل سيرينا عذابهم كما عذبوا وقتلوا وسفكوا دماء في الدنيا. وجزاكم الله خير. فوجئنا بقى بالاقتحام، اقتحام بشكل وحشي وشرس. فعلا هي مجزرة، مفيش مكان يتحط جوه مصاب، كل اللي جوه شهداء. هحط مصاب على شهيد؟ فقال له وديه فين؟ قال له وديه في اي، شوف مستشفى رابعة، شوف اي مكان تاني. واقفين بالمدرعة حاطين الفوهة بتاعتها قدام الباب، اي حد بيتحرك حركة في الريسبشن تحت بيتم اطلاق النار عليه. مفيش، الباب بتاع المستشفى باب سكوريت، باب ازاز، نزل الباب ده، نزل مفيش باب. اي حد بيتحرك جوه من الريسبشن، الكردون بتاع الريسبشن ده للاسانسير بيتم اطلاق النار عليه وقت يسقط. اصحي يا ماما، بالله عليكي قومي يا ماما. هي دي مامته بقى، وهو اللي كان واقف فوق دماغي عمال يقول لها كده. الطفل ده انهياره وهم بيطبطبوا عليه وبيقعدوه جنب منها وهي على الارض بتتنفس.
بتتنفس، هو شايفها بتتنفس عشان كده بيكلمها. القاعة دي فيها 250، بكلمك شهيد، 250 جثمان، مشاهد أطفال رضع رضع، الدخان بتاع القنابل المسيل للدموع أفقدهم حياتهم. الأم مش عارفة تعمل إيه، ماسكة الرضع في إيديها، مش عارفة تعمل إيه، واقفة قدام المستشفى الميداني مش عارفة تعمل إيه. وإنتوا بتقولوا إن في ممرات آمنة، والممرات الآمنة يطلق على الرؤوس، رؤوس الناس، وترجع الناس متشالة مصابين ولا آخره. حسبنا الله ونعم الوكيل، وإلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم.